اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم حلقتنا النهارده فيها يعني ابطال بشكل مختلف. يعني النهارده احنا ما طلعناش انترو من قوه ضيوفنا الحقيقه. امبارح كان مباراه المرتبط سيدات، فزنا الحمد لله بالمرتبط ده، الحمد لله فضل ونعمه من عند الله، ولكن الجمال والحلاوه هي الاداء. انت تكسب من نادي سبورتنج المحترم، نادي سبورتنج نادي كبير ونادي بطل، انت تكسبه بهذا السكور في نفس الوقت ان انت تبان بهذا الشكل من غير لعيبه محترفه، لا الكلام كان يعني نقف هنا وزي ما بيقولوا كده هنا ساصمت قليلا. خلينا في البدايه ارحب بضيوف المنورين، طبعا كابتن علي محمود مدرب الفريق واحد الجنود الحقيقه اللي ليهم بصمه قويه جدا مع الفريق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. وعلى فكره ما ببالغش ده فعلا، يعني ليكي بصمه قويه فنيا وكل شيء. ربنا يخليك. برحب باحد يعني الاعضاء في الجهاز المهمين جدا اللي كان ليها دور السنه دي. يعني احنا دايما بنجيب اللي بيحصل في الكواليس، برنامج الابطال احنا برنامج متخصص اكتر، فعارفين اللي بيحصل في الكواليس. والباسكت دي كانت لعبت الفرقه، كان عندها دروب شويه يعني نفس السنه اللي فاتت واللي قبلها، فكانت محتاجه طبعا اعداد نفسي بشكل كبير جدا. دكتوره مي القاضي كانت موجوده مع الفريق وكان ليها دور كبير جدا في اعداد اللاعبات نفسيا لهذه البطوله اللي منوراني في الاستوديو، وبرحب بيها. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك كابتن هيثم. طبعا يعني منورانا ومشرفانا. ده شرف ليا. طبعا يعني لسه احنا بينا ببعض كلام كتير. احنا قاعدين. طبعا ان شاء الله. برحب طبعا باحد الجنود المجهولين اللي كل حاجه بالساعه، انا بروح الملعب الاقيه بالساعه. هنا ده فين؟ ايه اللي حصل معاه؟ مفيش اي مشكله اداريه. كابتن ماجد فوزي المدير الاداري، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم. منورنا. ربنا يخليك. مكوك. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله ربنا يخليك. معانا نجمه اول سنه واول بطوله. ووعدتنا الحقيقه لما جت معانا برنامج الابطال وعدتنا قالت لنا يا جماعه استلموا مني بقى، خد مني كده شغل تمام. برحب بمرال اشرف، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ميرسي. صدقتي يعني وعدتي فصدقتي. انا قلت حضرتك هاجي تاني ان شاء الله بالكاس. الله يبارك. هو في وعد كبير اهو. في وعد اهو يعني الناس قاعده وشايفاني. هي طبعا يجي الكابتن عليا. كابتن عليا كان مجهود جامد جدا، وكان طبعا يعني سنه صعبه. كابتن طارق خالد حط في اختبارات شديده جدا وانتوا كجهاز معاه. كلميني عن الاعداد للبطوله عشان نوصل للشكل المشرف ده، بدايه طبعا من دعم مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب معالي الوزير العام فاروق، مجلس الاداره بالكامل وقف جنب الفرقه بشكل جيد. كلميني عن المراحل اللي سبقت البطوله. انا كل شويه جاي اقول حاجه الاقي نفسي برجع لورا. هي بدات من ساعه فاينل الدوري السنه اللي فاتت فعلا. بصراحه من وقت الدوري بصراحه كابتن خالد العوضي كان معانا من وقتها على طول، طبعا من دعم كابتن خطيب وكابتن عامري فاروق. كان كابتن خالد معانا على طول في اصلا الفاينل بتاع السنه اللي فاتت بتاع سبورتنج. كان اوريدي بدانا نشوف هنعمل ايه، نتفرج اوريدي. كنا واحنا كان رمضان كنا بنقعد نتفرج على محترفات، وكابتن طارق موضوع الهايلايتس ده بالنسبه له مش اوبشن خالص. اتفرج على فول جيم، ماتش كامل، ماتش كامل بقى، فخمس ست ماتشات لثلاث محترفات، فكنا بنقفل لنا بتاع خمس ست ماتشات في اليوم. كان اوريدي بنتكلم مع ميرال وبنشوف ايه اللي هيحصل. كان اوريدي هاله، بس كنا طبعا موقفين احتراما ان هي كانت في سبورتنج، موقفين لغايه لما السيزون يخلص. فبدانا ان احنا بنعد الموضوع ده. كان اوريدي دكتور ماي جت معانا في اخر السنه اللي فاتت شويه، بدات مع الفريق اوريدي. فكنا التجهيز بتاع البطوله دي من رمضان اللي فات. الله. من رمضان الله. اللي فات ده بصراحة. كلام جميل جدا يعني. وكابتن خالد العوضي الحقيقه برضو بصراحه من مديرين النشاط الرياضي نشيطه جدا، هو فيري اكتف جدا. يعني انا اصلا ممكن انا نفسي اقول له على حاجه بيتعبنا، يعني انا بتعب من كتر ما هو يعني مش بينسى. هو زميل عزيز طبعا معانا في القناه، بس لا انا لقيت وش تاني خالص، ما بينامش ما بينامش في الحقيقه. يعني خالد العوضي بصراحه كابتن خالد العوضي باحترام يعني هو صديق وعزيز وبتاع، ولكن ما فيش. انا عايز اقول لحضرتك اخر ماتش كان ماتش سموحه في اسكندريه، هو اخد باله ان المفروض احنا كلنا بنلبس شرابات بيضة زي بعض. اخد باله ان في لعيبه الشراب بتاعها مختلف. من ورا مش مختلف، يعني في حته دايره لونها مختلف. علق على دي وهو في المدرجات. فهو بصراحه بصراحه هو المهندسين كده مشكلتهم بقى تفاصيل التفاصيل. خطير. خلينا اجي لك يا دكتور. يعني انت كان عليك مهمه كبيره، واحنا يعني اتكلمنا قبل الهوا ان صعب جدا لما يبقى فرقه عندها دروب واصابات وحاجات، فترجع انت عندك الثقه ان انت ممكن تكسب تاني. خلينا نتكلم، احنا كنا لعيبه عارفين طبعا. اشتغلت على ده ازاي؟ احنا انا لازم برضه ابقى قايله ان الفرقه كلها ما شاء الله اسامي وكلها نجوم. ممتاز. من اصغر واحده سنا لاكبر واحده سنا. فاحنا كان هما النجم من صفاته ان هو ما ينفعش يخسر. صح. فهو ده اللي كنا بنشتغل عليه، ان احنا هدفنا واحد، وانت بتكسبي عشان النادي وبتكسبي عشان هو ده اللي انت متعوده عليه. عشان ما ينفعش غير كده. فهي النقطه كلها في المايند سيت او العقليه بتاعه المكسب.
فاحنا كنا بنشتغل على بصراحه، وده كان بمساعده عليا وكابتن طارق والجهاز كله كان مديني ثقه والجرين لايت كده، اعمل اللي انت عايزاه. كنت بتعملي جلسات مع الفرقه ولا جلسات فرديه وزوجيه؟ الاثنين. طب يعني اديني تفاصيل، عايز يعني عايز التكنيكال اكتر كمان. كنا احنا اهم حاجه كان بالنسبه لي ان كل واحده يبقى عندها التاسك بتاعها، كل واحد عنده المشكله بتاعته. حد مثلا مش واثق في نفسه، حد بيتوتر تحت الضغط، حد بيلاقي نفسه ان هو في نص الماتش لو ضيع كوره الثانيه خلاص كده اليوم مش يومي. فهي كل واحد بيبقى عنده المعتقد بتاعه اللي بيمشي في الجيم بناء عليه. كلمتي معاهم ولا انت اللي تابعتي بعينك؟ سؤال مهم جدا دي. يعني اللاعب جه اشتكالك ولا حضرتك من متابعتك للفرقه عن قرب عرفتي مشكله كل لاعب؟ ما هو لو انا عارف مشكلتي كنت حلتها. برافو. فانا برافو. لو انا جيت اقول لحضرتك اصل انا مش واثق كانت انا حلتها. هي النقطه كلها ان احنا كنت اول 3 4 ماتشات كنت قاعده بس ماسكه ورقه وقلم وقاعده بتابع بس، كنت بتكلم مع حد في حاجه. فقعدنا مثلا اول شهر شهر ونص انا ما بقعدش معاهم، انا قاعده بس عليهم. بتفرج بس ليه؟ عشان اعرف احط بلان وخطه لكل واحد فيهم، فيوم ما اجي اتكلم ما يبقاش كلام عام، لان انا ممكن اقول كلام ينفع ميرال ما ينفعش سوريا مثلا. ومرال معانا بالمناسبه كده. لا ما انا عشان كده قلت. لا ميرال بصراحه من اللعيبه لسه جايلك يعني اكتر يعني بجد من الناس اللي لا يلا انا عايزه اتعلم وعايزه استفيد. لا ميرال دي بالنسبه لي فاجئتني. اول بطوله، اول مره يعني لسه جديده على الفرقه، والله امبارح بتفرج عليها بقول يا رب هي دي مين؟ دي معانا من زمان دي ولا ايه؟ لا دخلت في الفرقه بس خلينا نيجي يعني انا يعني هنقول لحالك هو بالزبط. انا كنت لا براقب الاول وابدا اشوف عشان اعرف اتكلم مع كل واحد في انهي جزء. وكنا بنعمل ميتنجز بصراحه تقريبا كل تمرينه او مينيمم 3 مرات في الاسبوع. قبل ولا بعد التمرين؟ قبل التمرين. قبل التمرين طبعا. وكنا اوقات بعد التمرين بس لا هو مين اللي كنا قبل التمرين. قبل التمرين. طبعا. فكنا بعد انا وعليا وكابتن طارق وكريم كنا كلنا بصراحه ككاس. لعبتي باسكت يا دكتور؟ لا بس جوزي لعب باسكت. ما انت تابعتي؟ تابعت باسكت. لا كنت قاعده في الملاعب الحقيقه. ممتاز. فلا انا لعبت سكواش فانا عارفه يعني ايه ان انا ابقى مش واثق في نفسي، يعني ايه ابقى خايف، يعني ايه ابقى قلقان، يعني ايه اتحط تحت ضغط فالوز كنترول ان انا مش قادر. نعم. فكل ده كنت ببدا اراقبه مع اللعيبه وابدا ان انا اشتغل عليه معاهم. كل واحده بديها زي واجب، ده واجبك ابداي اشتغلي عليه، او خدي بالك من الحته دي، مش بقول لك ان هي فيكي بس لاحظيها وهي تبدا هي تراقب نفسها واحده واحده. والاستجابه كانت كويسه بصراحه. جدا اكتر من ما انا كنت متوقعه، يعني كنت متوقعه هيبقى في ريزيستنس او ان هم عايزين يكسبوا. انا نجوم، انا نجمه، عايزين يكسبوا، بس ده ما شفتوش مع ولا لعيبه بالظبط. طالما الفاشن موجود هتلاقي الاستجابه كبيره. ونفس الكلام انا عايزك برضو استاذ حضرتك كابتن ماجد، انت اداريا يعني شغلك بيبقى في الكواليس ويعني الدنيا ماشيه ما حدش يلجا لك، حصل مطب في حاجه تلاقي الدنيا قامت. يعني قول لي بقى اداريا من اول الموسم لغايه اخره، من قدوم المحترفه لتذاكرها لسكنها كل حاجه. كلمني بقى على مرال وعقدها. نعم. كلمني على كل حاجه كابتن. بص يعني ما شاء الله الفرقه الحمد لله السنه دي، احنا مش قادر اقول لك التيم اللي معمول السنه دي زي ما قالت كابتن عاليه، بنعد من بقالنا فتره من اول نهايه الموسم السنه اللي فاتت عارفين احنا هنجيب، احنا لينا صفقتين مشينا ورا الصفقتين دول وما شاء الله كانوا اسهل صفقتين حصلوا السنه دي. ده بدعم كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره وسياده الوزير العامري فاروق ويعني اهم واحد كابتن خالد العوضي طبعا مدير يعني النشاط الرياضي. دي حاجه دور اول مره احس ان الصفقتين البنات كمان ساعدونا وكابتن طارق ميرال وهاله صفقتين ما شاء الله الحمد لله بدون اي يعني ما خدتش وقت، مشيت الدنيا الحمد لله. تفاصيل الحاجات الحمد لله كل حاجه كانت متسهله. في دعم جامد جدا من مجلس الاداره، في دعم جدا من كابتن خالد العوضي. السنه دي يعني طول عمر النادي الاهلي كيان واحد الدنيا ماشيه، بس السنه دي مختلفه شويه. اما يبقى معاك مدير نشاط رياضي حاسس بالناس كويس قوي، حاسس ان هو عايز ينجز الحاجات الاداريه. كانت في حاجات بتاخد وقت شويه، ما شاء الله يعني سرع الدنيا بطريقه الحمد لله. كل حاجه بتتعمل، عايز يعمل احسن حاجه للفريق والنشاط الرياضي كمان كله بصراحه واقف معانا جامد قوي. كل الناس اللي شغاله في النشاط الرياضي بتقف مع الجهاز الاداري كله. انا معايا كابتن مشيره اداريه برضو
طبعًا في الفرقه طبعًا. ما شاء الله برضو بنقسم الشغل حاجات في الاتحاد وحاجات في النادي. خلي بالك كابتن مشيره برضو اكتف جدا فوق فوق الوصف والشخصيات اللي بحبها جدا وعلاقتها في الاتحاد ما شاء الله. لا هي محبوبه من الكل ما شاء الله يعني جدا جدا الحمد لله الدنيا ماشيه. الانجاز السرعه السنه دي كل حاجه بتخلص بسرعه الحمد لله. النشاط واقف دعم يعني افهم كلام حضرتك انه اداريا انت السنه دي حاسس الحمد لله على المستوى الاداري على المستوى الاداري يعني كلام مهم جدا. كابتن علي قال كلام مهم جدا فني طبي من الناحيه النفسيه. انت حضرتك شايف الناحيه الاداريه ان الموسم كان مبشر من بدايته من الحمد لله ما شاء الله ما شاء الدنيا كانت ماشيه والدنيا كانت ماشيه وهي في طبعا الحاجات اللي هي انت عارف اللي بيجي لك فجاه الحاجات الروتينيه اللي فجاه هنلعب في برج العرب لا هنلعب في اسكندريه لا هنلعب في القاهره يعني بصباعك الصغير بتخلص الحاجات دي انت بخير بالتليفون بتحجز وتخلص. المهم ان انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اوفر للعيبه والجهاز الفني ان هو يبقى ما يشغلش باله باي حاجه. صح. الملاعب حجز الملاعب حجز الفنادق الفرقه مستريحه كل ما الحاجات الاداريه ساعدت الجهاز كله والناس كلها بالزبط. ان كل حاجه هو ما بيفكرش في حاجه. النهارده في معسكر عارف المعسكر فين معرفه اسم يعني عارفين احنا الفندق ايه بالزبط. كل حاجه بس الحمد لله. انت امبارح كنت في على الخط ولا كانك يعني انا اسف يعني يا كابتن ما احنا لا خالص ولا كانك مشجع درجه ثالثه بس يعني انت في حاجات بتكتبها في اهم حاجه فجاه اتفعل يعني اتفعل وراح سايب انا مش كاتب حاجه. بحب اتابع السكور اول باول ساعات بتحصل فيه اي حاجه بس الحاجه يعني مش الجديده بالنسبه لنا السنه دي الجهاز كله والفرقه العامل الاساسي ما شاء الله الجمهور. انا مش قادر اقول لك الجمهور كان عامل اساسي واحساس احساس الجهاز وانا متاكد ان اللعيبه كمان كان فوق الوصف طبعاً. ان انت تلعب بجمهور في الباسكت بالذات حاجه تانية خالص صحيح. احساسك ان انت مش هتخسر نشكره من هنا جداً جدا 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 الجمهور حاجه والاحلى من كده التشجيع الالتزام. لا عايز اقول لحضرتك بقى جداً. ان الجمهور ده في احنا يا ريت مش رايح للدرجه الاولى ده فرقه ده قاعد فرقه مرتبط قبليها قبل الماتش بتاعنا باربع ساعات عشان يشجع قاعد بيشجع متواصل ساعتين متواصلين وبعديها برضو هو نفس التشجيع ويمكن باكتر مع الدرجه الاولى فيعني جمهور الاهلي كل الشكر كل الشكر لجمهور الاهلي مع الولاد والرجال ان شاء الله الماتش اللي جاي مع الزمالك والماتش الفاينل باذن الله مع الاتحاد من رايك اجيلك اجيلك يا مروان مبروك الاول مبروك على المكسب والاداء بس يعني واضح ان الخبرات اللي اكتسبتيها في الان سي دبليو اي خلاكي تخشي جوه الفرقه بسرعه. انا مش حاسس ابدا ده اول بطوله ليك يا حقيقه صح؟ يعني والله هو الجهاز كله ساعدني في الموضوع ده كمان اللعيبه عشان عارفاهم من عيننا مع بعض في المنتخب فده برده كان مساعدني كتير. يمكن في الاول كان لسه شويه عشان نخش كلنا مع بعض نفس السيستم احنا شفنا الاخر بس في الاخر لا والله في الاخر فعلا احنا كنا بنلعب مع بعض اكننا يعني اللي هو بنلعب مع بعض بقالنا كتير. و طب قولي لي انت اول مره تلعبي في حضور جماهير زي ما الكابتن قال ويعني دايما الجمهور الاهلي رحب بيكي جامد على السوشيال ميديا وصفحات الاهلاويه الجميله ولكن اول مره يبقى في كونتاكت بقى وبداوا ينادوا عليكي وتروحي الشعور كان عامل ازاي؟ هو انا كنت مبسوطه جدا بس يعني ما كنتش متوتره في الماتش دي كانت حاجه غريبه بس كانوا هما مدينا حافز جامد قوي ان احنا نكسب الماتش. بعد كده بقى ان احنا خلصنا ورحنا نحتفل معاهم دي كانت حاجه حلوه جدا فكان يعني كان منظر حلو يعني. بصراحه طب قولي لي يعني غياب المحترفه وعايز اخد الراي يعني نجمه كبيره زي ميرال لانه احنا معانا محترفه او محترف في الملعب فهو حلول هجوميه او كمان دفاعيه في الاثنين فلما بيغيب اوتوماتيك اللعيبه النجوم اللي في الفرقه بيبقى عليها عبء اكتر يعني انت ثريا عندك نادين عندك هاله عندك رنين كل دول نجوم كبار ولكن بيبقى عليهم عيب اكتر. ما حسيتوش ان انتوا قلقانين وسبورتنج بيلعب بمحترفه وانتوا لا ولا ده ما حطيتكم؟ انا حسيت امبارح انتوا ولا حاجه. لا هو احنا يعني ما كناش قلقانين كمان كابتن طارق عمل اجتماع الصبح اللي هو لا احنا ان شاء الله هنعوض غيابها وان هو احنا ان شاء الله هنلعب كويس مع بعض حتى لو هي مش موجوده. احنا كنا حاطين في دماغنا ان احنا ان شاء الله هننزل نكسب ونعوض انها مش موجوده حتى لو اللي حصل احنا ان شاء الله هننزل نكسب. فاحنا كنا مسستمين نفسنا من اول اليوم ان احنا ان شاء الله هننزل نكسب حتى لو هي مش تبقى موجوده هي برده قعدت بره عماله تشجعنا جامد روحها كانت حلوه روحها كانت حلوه قوي فاللي هو لا يعني هي كانت معانا على طول فلا يعني احنا كنا نازلين اللي هو احنا نلعب جامد وان شاء الله مش هنبين انها مش موجوده فاحنا نزلنا حاطين مرال هسالك سؤال انت في الملعب الروح الديفنس كان كويس عشان الروح كويسه يعني الديفنس امبارح كان جامد قوي يعني انا اول مره من فترات طويله اشوفكم بتدافعوا كده بس خليني اقول هل الروح اللي جابت الدفاع ولا الدفاع اللي عمل الروح
الاثنين هنعمل ميكس كده. إجابة دبلوماسية قاعدين مع السفير طبعا الكبير. طيب يعني انت شايف الاثنين هو يعني تو واي دايركشن ان انا اروح هو احنا عامه من اول السيزون هو كابتن طارق كان مركز على الديفنس اكتر حاجه اكتر من الاوفنس فده كان اللي هو احنا كنا عاملين نركز احنا هندافع على سبورتنج ازاي بنتفرج على فيديو قبل الماتش كنا عارفين احنا المفروض هننزل نعمل ايه بجانب بقى ان الجمهور كان موجود فده بقى كان مدينا روح زياده بان احنا ننزل نلعب كويس ندافع كويس نهاجم كويس كنا مركزين ان هو لا احنا لازم ننزل نكسب عشان نفرحهم. انت عارفه سبورتنج امبارح من كتر الدفاع دفاعكم او دفاع الفرقه بقى مش عارف ايه خرب عن خرب عن اعمل ايه؟ خرب عن صح اعمل ايه؟ لا بدا اعتراض على الحكم وبدا هو مش عارف يوصل مربع بس يعني من التوتر كل ما الوقت بيعدي طول ما انا مش قادر احط الدبلايه مش قادر اروح حسيته ده في الملعب والجميل ان انتم من اول دقيقه زي اخر ثانيه مفيش اختلاف في الاداء ايوه هو كان كابتن طارق قال لنا اللي هو لا افضلوا العبوا بنفس المستوى لغايه اخر الماتش حتى لو انتوا كسبانين كتير لا افضلوا العبوا بنفس المستوى عشان نخرج يبقى حتى شكلنا كويس ان احنا لعبنا بنفس المستوى طول الماتش وانتوا فعلا اديتوا اداء كويس جدا وكمان يمكن كابتن علي اجي لحضرتك لما تاكد غياب المحترفه وهي اصابتها كمان صعبه يعني شرخ في مشط الرجل تقريبا فدي بتاخد وقت عن الطبيعي لان مشط الرجل من الاماكن اللي الدم بيروح لها بصعوبه فالالتئام بيبقى صعب لما حصل الاصابه دي قعدتوا مع بعض كجهاز قلتوا ايه؟ لا طبعا كان في كواليس كان في الاول خضه لان المشكله ان هي ما حصل لهاش حاجه في الماتش الاخير حسستنا هي خلصت الماتش فرقه نزلت التلج ريكفري خارجين ماشيين على رجلينا هي ماشيه على رجليها مفيش اي مشكله لقيناها بالليل بتشتكي شويه ان رجليها وجعاها تاني يوم احنا صحينا كان عندنا بقى جيم وتمرين واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش كابتن طارق طول النهار حاطط الفلاشات في التلفزيون بيتفرج على الماتش مش بيتفرج حاجه غير على الماتش طول النهار بنتفرج فبنجهز احنا التمرين عندنا ساعه واحده في الاستاد هنشتغل ايه ولا ايه وعايزين نمشي ايديهم على الشوتينج يعني فاليوم جري فواحنا نازلين جت هي انه رجليها فيها شرخ صدمه الفرقه اصلا ما عرفتش احنا نزلنا التمرين حتى هما ما حسوش خالص قعدنا بقى بالليل نتناقش ونحسبها بقى من كل النواحي طيب احنا لو قلنا لهم هيتخضوا ولا مش هيتخضوا ان يتكتب على السوشيال ميديا ان المحترفه مش موجوده طيب هيبقى على فرقتنا ازاي على فرقه سبورتنج اكيد احنا ناقصنا واحد بالظبط وزائد ان هما ماتش ال 16 احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل هيديهم حافز اكتر ممكن ما يبقاش فيه تعويض ليله صعبه قاعدين بنفكر كتير قوي فكان اخر حاجه بقى بالليل الساعه 2 الصبح ان احنا بس كنت قايل لما يصحوا يعني هنقول لهم الصبح لما يصحوا مش عارفه ايه فصحينا الصبح كان اتكتب على السوشيال ميديا فبداوا بيكلموني في تليفون وانا في الاوضه ايه ده المحترفه مش هتلعب فقلت الكوتش اجتماع بقى حالا اجتماع طارق عند حضرتك في الاوضه نيرول دخلت بقى كانت هي اكتر حد اخذ الصدمه يعني لسه بتلعب معانا لا وكمان هي يعني في الهاف تايم هي الدكتوره دكتور ياسمين ربطتها وكملت الماتش ومفيش اي حاجه واحنا نازلين مكملين ومش اي حاجه مصدومة. فجاه احنا صحينا الصبح على صوت الاهلي ومعرفش ايه شرخ في عضله نقول يعني غير ما نتاكد تماما ان اللعيبه عملتوا اشعه يا كابتن عملنا كل حاجه رحتوا بيها رحنا بيها طبعا لفيت معاهم طبعا عملنا لها الاول اشعه عاديه بعد كده اشعه مقطعيه وهو في لحد الان يعني ممكن خبر يبقى كويس برضو شبه شويه في لسه رنين هيتعمل هو الدكتور لغايه دلوقتي الشرخ الحمد لله بسيط بدرجه يعني طبيا طبعا انا مش حاضر اتكلم فيها بس هي حاجه بسيطه الحمد لله اللي هي مش هتاخد وقت باذن الله الخبر كويس جدا بصراحه كابتن طارق كابتن طارق بصراحه ما اداش ريسك يعني هو شرخ خلاص البنت انا مش هاذيها البنت هتريح ده كان اول قرار للكوتش مفيش مشكله بصراحه انا جوايا عادي الرجاله هتشيل مفيش اي مشكله وحتى كوتش هم دخلوا عندهم الخضه دي كابتن طارق سايلنت خالص يا جماعه كان في هدوء امبارح غريب كابتن طارق اصلا في الاجتماع ده كان عادي مفيش اي مشكله يا جماعه خالص طب امتص قلق اللاعبات لا هو انا قال لهم ان هو اصلا الكوتش قاعد بيتكلم ان عادي مفيش حاجه وتمام يا جماعه في خلاص هنلعب ونكسب وبتاع لقينا سبحان الله جت بتاثير بوزيتيف جدا ويمكن دكتوره مايا تفيدنا في دي يعني اصابه اللاعب لاعب مهم زي ده والفرقه تكسب مش منظر ده يبقى اكيد الموقف ده يتحول من بوزيتيف من نيجاتيف لبوزيتيف صح طبعا
لان هم كل واحده فيهم شالت المسؤوليه على على على, على كتافها بقى، ان لا انا هنزل لو بنزل ب 80% من الاداء بتاعي انا هنزل ب 100%، فخلاص حتى لو تعبانه مش مشكله انا هنزل. فدي بصراحه كانت بشكل ايجابي، ولان دايما حتى انا بقول لهم احنا ما عندناش محترفه واحده، احنا معظم لاعبتنا محترفات، فاحنا ما عندناش محترفه. فالبوينت بقى ان احنا نترن اون كده، نشغل الحته بتاعت انا محترفه التربو بالظبط كده، ننزل بقى. فهم كانوا بصراحه امبارح نزلوا كل واحده فيهم محترفه، فده اللي شفناه حتى في الملعب، بلس ان هم كانوا لا الدنيا كان فيها. انت قعدت معاهم بعد ما الخبر ده ولا كلمت انديفيدوال؟ اه طبعا اللعيبه. لا قعدنا طبعا قعدنا قبل ما نمشي. يعني عاجبني ان كل واحده فيكم محترفه، يعني معلش راني يعني ميرال محترفه، ان سي دبليو اي وعامله ارقام جامده جدا، رانيم ما شاء الله عليها، ثريا بسم الله ما شاء الله عليها، نديم هاله، نديم برافو عليك. لا قلت كلمه حلوه، كل لعيبه محترفه بالظبط، تنفع تشيل فرقه لوحديها. برافو عليك. فحركه بقى، وتخيل ان كل دول مع بعض، فالملعب هيبقى عامل ازاي؟ فهو ده اللي احنا شفناه امبارح، ان كل دول مع بعض وكلهم شغالوا بقى خلاص بالظبط التربو. لا شفنا بقى امبارح. بس انا عايز اسال مرال على حاجه. مرال انت انكار الذات ساعات لما يبقى عندك نجوم كتير في الفرقه، احنا لعيبه وعارفين الكلام ده، يبقى عندك ساعات بيبقى فيه غيره، وساعات بتبقى في البنات اكتر، فرق البنات احنا بنتكلم بكل امانه. بس انا ما حسيتش ده امبارح. ده بقى ملوش دعوه بالدكتوره مي، ملوش دعوه بكابتن علي، ملوش دعوه بكابتن طارق، كابتن ماجد، انتوا كلعيبه ايه بتتكلموا مع بعض في الموضوع ده؟ لازم نكسب، لازم لازم، ولا ايه؟ هو احنا حاطين في دماغنا ان احنا هننزل نكسب، فمحدش كان فينا باصص اللي هو لا انا اللي هجيب، انا اللي هعمل. لا احنا كنا بنلعب مع بعض، فده كان مخلي منظرنا كويس اكتر. فيعني احنا كنا بنلعب مع بعض امبارح كويس قوي، وده اللي خلى منظرنا كويس وخلانا نكسب بسكور عالي قوي كده امبارح. حافظوا على الجيل ده، انتوا ما شاء الله تقدروا تحققوا كتير. بس معلش لازم اطلع فاصل استاذن حضراتكم عشان انضم لينا باقي الفريق وباقي نجوم الفريق. عندهم لنا طبعا نجمه الفريق رنيم الجداوي، وكمان كليوباترا النيل ثريا محمد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين طبعا احتفالنا ب يعني ملكات كره السله ودوري المرتبط. الحقيقه 8 يعني سنين على التوالي بهذه البطوله اكيد مش من فراغ، اكيد دي حاجه مش من فراغ. وطبعا برحب بالنجوم اللي شرفيني في الاستوديو، طبعا كليوباترا النيل ثريا محمد، اهلا بيك منورانا. اهلا بحضرتك، والحمد لله على السلامه ومبروك اثنين. يعني كانت كنا اسعد ناس بيك امبارح والله. ميرسي والله. طبعا برحب برنيم الجداوي، طبعا يعني احسن لعيبه في البطوله ما شاء الله، واداء ولا اروع. وثريا طبعا احسن 3 بوينتر. المهم انا برحب بيكي في الاول طبعا، وان شاء الله البطولات اللي جايه كتير باذن الله يا رب. انا عايز اقول ان بس ما كانش الفوز فوز فرقه بس، ولكن في القاب فرديه كتير. ثريا خدت احسن 3 بوينت في 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 البطوله، عندك كمان رنيم احسن لاعبه، عندك نادين السلعاوي الهدافه. يعني احنا على مستوى الكؤوس الفرديه احنا عاملين يعني شغل كويس جدا اجل ثريا. ثريا يمكن البطوله دي بالنسبه لك زي ما بيقولوا عوده الروح للجسد، كان لازم تثبتي ان انت موجوده، ولازم مش تثبتي لينا احنا عارفين، بس لنفسك لذاتك، صح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه فعلا. هي البطوله كانت يمكن جت في وقتها فعلا، احنا كفرقه كلنا كنا محتاجين ان احنا نكسب. والحمد لله بصراحه انا من ساعه ما رجعت لحد دلوقتي كان الكوتش والجهاز الفني كله ما فيش حد كان محسسني ان انا راجعه من اصابه او لا خالص. الموضوع كان نفسي معايا كان كويس جدا جدا، والكوتش دايما محسسني، حتى مش بيقول للفرقه محدش يدخل عليها جامد، لا كان بيعتمد ان انا جاي من اوف سيزون عادي. فده يمكن حتى نفسيا كان معايا كويس، حتى ما كنتش مركزه خالص في الاصابه. البطوله دي يعني انا بشوف ان احنا بصراحه احنا الخمسه اللي في الملعب ما كانش فارق مين في الملعب مين بره الملعب، كل اللي بينزل بجد كان نجوم، كله كان رجاله، لدرجه ان احنا في الاخر خلاص يعني مين هياخد يعني في الاخر. حتى انا بقول لرنيم انت هي فعلا مش عارفه هي هتاخد ايه، لان فعلا هي عامله اداء كويس، نادين عامله اداء كويس، كل الخمسه في الملعب كل الناس عامله اداء كويس، كله كان. حتى الفرقه برضو لما عرفت ان انا كان فاضل لي ثلاثيه واخد الثري بوينتر، كان الفرقه كلها فعلا في الملعب. كانت كوتش طبعا نزلني، هو كان طلعني نزلني تاني لما عرف ان انا كابتن علي قالت له برافو عليك برافو عليك برافو عليك، فبعدين راح نزلني تاني، فكان فاضل لي ثلاثيه واحده. بجد كل الاربعه اللي كانوا معايا في الملعب كانوا بيدوروا عليا اشدها لك. اول ما جبت الثلاثيه طلعت على طول، بس جبتها وطلعت. اتفضلي بقى حضرتك اتفضلي. يبقى انت كنت بتنافسي حد مش في الملعب مش من سبورتي؟ لا انت نافست حد ممكن اكون بره عشان كده لما الموضوع طلعت، صح ولا غلطان؟ بس حلوه النقطه دي، عايز اقف عليها، ان انت كنت عشان تاخدي احسن 3 بوينتر كابتن علي خدت بالها
لا احكي لك القصه دي قبل ما اروح لرنيم، احكي لك القصه دي بالتفصيل. هو كان عادي اللعب شغال، واحنا بصراحه الروتيشن انت احنا عايزين كل الناس تلعب وكل الناس تشارك في المكسب، فالروتيشن بيكون فعلا صعب. يعني انا بقوم بلاقي الناس بره، انا عايز العب كل الناس لو اقدر العب كل الناس، فحصل ان كله لعب والكوتش اصلا في الماتش لغايه حتى مسكور فرق هو مدي نفس كده. فقلت له بص يا كوتش انا بالظبط كده، قلت له هقول لحضرتك حاجه، انا عارفه انه ممكن يبقاش وقتها خالص، بس دلوقتي ثريا ناقص لها 3 بوينت واحده وتبقى 3 بوينتر. فهو بصراحه ما كملش، قال لي هاتيها كده. كان في الشهر الرابع؟ كان في الرابع؟ في الرابع. قال لي هاتيها. طب هي عارفه؟ قلت له انا هقول لها بقى، يعني مش عارفه هنقول لها بقى ونشوف. قال لي طب خلاص هاتيها، وقولي لها وقولي يعني للي معاها في الملعب. برافو، لان هي لو عرفت ما برضه هتعمل ايه لوحدها. برافو، حته حلوه. حتى هي نزلت يعني وهي بتاخد اول 3 بوينت، فقامت واخده فاول من اسرار. انا ما كنتش عايزه هجلي الثالثه واطلع على جد. فبصراحه الملعب مشوه قوي بصراحه، بس هي شاطت يعني. في اتنين بيلفوا على الحق، احنا كلنا نقوم بصراحه، البنش كله كان بيقوم، اللي هي الكره هتخش تقوم عامله كده لغايه لغايه ما دخلت بقى الاخيره. انت كنت لعيبه في الملعب ولعيبه على البنش والله العظيم. تخلي بالك من التفاصيل. ربنا يخليك. انا اطمنت على رنيم وسلعاوي. ما انا عايز بقى رنيم بقى. رنيم انت امبارح بامانه حاجه سوبر. بسم الله ما شاء الله، انا مش عايز احسد، بسم الله ما شاء الله سوبر. شكرا. تطلع بالملعب ريباوند تحت الحلقه، لا جوكر، يعني بتعملي اللي انت عايزاه. يعني فرحانه مبسوطه بالاداء ده؟ الحمد لله والله. الفريق هو اللي بيساعدني على كده، يعني الناس اللي جنبي هي اللي بتشجعني ان انا عندي الثقه ان انا ممكن عايزه اطلع بالملعب، الاقي مثلا ثريا جنبي، نادين، ميرال، عندي ثقه ان في ناس بتجري جنبي، فاللي هو عايزه هطلع لهم الباص، هجيبوا باسكت. فاه الحمد لله والله. وبعدين انا كنت نفسي ان احنا نكسب اول بطوله دي، هتبقى طبعا دافع جميل لينا في السيزون كله، فكنت بلعب بصراحه بحماس وقوه علشان يعني ناخدها. طب قولي لي، يعني امبارح كان اول مباراه ليكي مع الاهلي صح؟ صح، ما كانش في جول قبل كده. اول مره الاتحاد الساده طبعا مشكوره، ودي حاجه نشكرهم عليهم ان هم نسقوا بكل الجماهير ومع شركه تذكرتي وكده، بحيث ان يقدر الجمهور يكون موجود. حضور الجماهير يعني اداكوا حاجه ايجابيه ولا كان توتر زياده طبعًا ولا ايه؟ لا ايجابيه جدا والله جمال. يعني احنا التشجيع اللي هو الجميل ده بيخلي الواحد عايز يلعب مخصوص جامد علشان يفرح الجمهور. فكلنا كنا بنلعب بحماس وكلنا بنشجع بعض مع الجمهور وكده علشان نطلع كسبانين، عشان الجمهور اولا يبقى فرحان ومبسوط بينا. طب رنيم، عايز اسالك سؤال. يعني انت طبعا لعبتي في NCAA زي ما طبعا مرال كمان لعبت، يعني عندك خبرات وضغوط، لعبت تحت ضغوط ومع لعيبه كمان يعني المحترفه اللي معانا. انت كنت بتلعبي قصاد 5 محترفات يعني ما يعني لما امبارح اتقال انه المحترفه مش هتلعب، انا سالت كابتن عليا وقالت لي، قالت لكم ايه؟ انت كلاعب مهم في الفريق حسيت بايه، او هل لعبت بمنتاليتي عامله ازاي؟ طبعا اتضايقت، يعني المحترفه طبعا ليها دور كبير جدا في الفريق، بس ده يعني اداني شويه دافع ان انا لازم العب اجمد، ان هو اعمل كل حاجه. يعني هي كابتن ريباوند ما شاء الله والباسي وكده، فاللي هو احاول اخش على كل كوره اكتر، احاول ان انا مثلا ابص على زملائي في الملعب ان انا اطلع لهم الباسه ان هم يكونوا شايطين مستريحين بس. فده اداني دافع ان انا اكسب، علشانها كمان ان هي دي هتبقى اول بطوله ليها معانا، فاللي هو تبقى مبسوطه ان هي مع فريق يعني بص العقليه يعني حارس لا يعني لا عقليه لا يعني يعني دماغ قاعده بتفكر، يعني لازم انا اقوم بالدور اللي كانت بتقوم بيه، ولازم هي كمان تبقى سعيده، يعني عقليه مترتبه. هو بصراحه لا ما شاء الله يعني 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 جميل. وخلي بالك يعني ثريا، انا كنت بقول لك في بدايه الموسم لما قعدنا مع بعض بعد عودتك وكان كابتن طارق موجود، حته ان اللعب الفرقه كلها نجوم ما شاء الله، يعني 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 صعب برضه انت بيلعب معاك فلان وفلان وفلان وفلان، فلازم يبقى في حته انكار ذات، لو مش موجوده هتبقى ازمه كبيره. وانت قلت لي لا هتبقى موجوده، شايفه دي نجحنا فيها بنسبه كام؟ يمكن في الماتشات يعني في الماتشات الكبيره زي ما مثلا ماتش كل الماتشات طبعا اللي احنا لعبناها تعتبر ماتشات فاينل. فبحس الصراحه ان احنا انا حاسه ان احنا السنه دي حتى لما بيحصل مثلا في الماتش او حد مثلا ممكن مش هقول برضو يأنن او يعني يخونوا التقدير ان هو ممكن يخلص الكوره دي، مش بيبقى قله ثقه من اللي حواليه على قد ما هو خلاص انا خدت قرار ان انا اخلص الكوره. صح غلط مش بس مش الدافع ان انا عايز انا اللي اخلص دي حقيقة. ودلوقتي برضو يعني لو حد برضو يعني كان في حد تاني جنبه اللي في الملعب بنتكلم مع بعض خلاص، وانس اتكلمنا مع بعض الموضوع خلاص، الهجمه اللي بعدها هنشوف بعض الهجمه، فخلاص كله بيسيب الكوره من ايده وانس ان احنا اتكلمنا مع بعض. لعلمك ال 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 دايما الحلقه هي اللاعب.
مع احترامي لينا كلنا يعني كنا لعيبه، هو الاساس اللاعب، لو اللاعب ما عندوش من جوه الحته دي وهو اللي عايز ينكر ذاته عشان الفرقه تكسب هيبقى فيه ازمه. ده حقيقي. وانت كمان لعبت مع المنتخب على مستويات فانت حاسه بقيمه الموضوع ده ان احنا عايزين نكسب. بس خليني اقول لك السنه اللي فاتت برده كانت سنه يعني كبيسه برده، يعني خلينا برده ايه يعني كابتن ماجد بيضحك لان هي دي الحقيقه اصعب لانه سنه كان الاصابات ليكي يعني بعد الشر يا رب لا يعيدها تاني صليبي. الحاجه الثانيه ما كانش فيه توفيق يعني برده كابتن علي كان معذور لان طبعا الفرقه كانت يعني فيها مشاكل كتير. فالترانسفير ده ان انت تيجي من بعيد قوي عشان ترجع تكسب كان دور اللعيبه الكبار اللي زيك. ده حقيقه. دي احنا كلنا كنا مع بعض بصراحه من اول الموسم بوجود ميرال وهاله معانا بان كذا حد رجع تاني. رانا كانت مش موجوده الظروف عندها رجعت تاني. الصفقات اللي احنا جبناها الناس كلها ابتدت ترجع، الناس كلها ابتدت تاخد على بعض. يعني احنا كلنا موجودين يعتبر مش هقول مثلا 75% من قوه المنتخب في النادي الاهلي. صحيح. فاحنا اوريدي لعبنا مع بعض كتير واوريدي كان في الكيمستري بينا كويسه جدا. فخلاص احنا مش محتاجين تايم عشان ناخد على بعض اكتر. لا احنا كنا في الملعب كل بس اللي ناقصنا زي ما كابتن طارق كان دايما يقول لنا انتوا لو دفعتوا كويس هتخلصوا على كل الفرق. فده حقيقي. احنا فعلا انا حتى لما انا جيت اتفرجت على الماتشات شكل الفرقه بقى حلو لان احنا بجد بقينا بندافع حلو كلنا مع بعض. حتى لما حد بيغلط في الملعب اللي وراه بيغطي عليه. فده ما كانش موجود وبقى موجود. فده بقى اللي مخلي حتى السكور في كل الماتشات بقى عالي. صحيح. ودي وجهه نظر يعني 100% صح. الدفاع هو اللي وصلنا لده. ده حقيقي. وصلنا ان احنا نكسب باريحيه كده مش الهجوم. الناس بصه الهجوم مين جاب مين جاب. لا 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 خالص. برافو عليك. هو الدفاع. ويمكن اجي لك برده يا كابتن ماجد في حته فنيه. خلينا بقى ايه انت يعني اداري خلاص انت كينج ومعدي المرحله دي معدي البراميل زي ما بيقول. خلينا نتكلم في حته فنيه ان انت برده من كتر ما كنت مع الفريق وشفت لعيبه كتير عمر معاهم. برافو عليك. عمر معاهم عمر. فانت شايف بامانه ايه السنه دي اللي بيميز الفرقه فنيا من وجهه نظرك؟ بيحبوا بعض روحهم وبيحبوا ما شاء الله بيحبوا كابتن طارق خالد. دي اهم حاجه. طول ما الفرقه بتحب المدرب بتاعها المدير الفني بتاعها والجهاز كله وبيحبوا بعض دي كان اهم حاجه. وده الدور فعلا برضو الكبير اللي عملته الدكتوره مي النفسيه. غيرت الاجواء تماما خلت الفرقه يقربوا من بعض ويحبوا بعض وبيحبوا الجهاز الفني كله. ده السر اللي انا شايفه النقطه الاكثر ان الفرقه حبوا بعضيها قوي وبقوا يخافوا على بعضهم قوي. خليني اقول لك كابتن يعني يمكن كابتن طارق مش معانا هنا. كابتن طارق خير طبعا صديق وحبيبي يعني وعشت العمر. ولكن كابتن طارق من المدربين اللي بيحب دايما يعدل. ويمكن كابتن عالية عشان هي الاسيستنت وفاهمه كلامي لو حصل تفريق بين لاعب او الثاني من هنا بتبتدي المشكله. وانت كمدرب انت واقف 50 عين مش اللعيبه بقى اولياء الامور انا اسف يعني اللعيبه الابهات والامهات من هنا ومن هنا. فانت لازم تمشي على حاجه ضميرك يقوله لك. الموضوع ده عندكم عامل لكم يعني هدك فظيع ان انتوا دايما العدل. طبعا هو اصلا اول يعني اكتر اتنين اساسا يعني كابتن طارق بيزعلهم هم الاثنين اللي موجودين دلوقتي دول. انا الاولى كده ورايا اي حد نجم بقى لازم يتحمل الاولى ورايا اي حد يعني عاده. حتى انا كنت بتكلم معاه اخر فتره ان هو احنا يعني حتى من وانا بلعب ما كنتش متعوده ان يكون في على طول حد بيزعق لي على حاجه لانه انا بجيب سكور. فالكابتن طارق بدا يركز مع سوريا في انه في الديفنس لازم تعملي في الديفنس. فوتو كوتش هي لعبت بقالها حاجه 20 سنه بتلعب عمر ما مدرب فضل يزعق يزعق يزعق. طب انت تقبلت ده؟ بصراحه يعني انا لا لما فهمت المغزى منه لا ولسه النهارده كنت بتكلم على الواتساب دلعوا بعض يعني كوتش اول حد على الواتساب يعني اول حد بعد ما خلاص بقينا في الاخر هو كابتن طارق هيقول لي اعملي انا هقول لها يعني هقول لها وانا هقول له ماشي يعني ماشي. هو احنا الاثنين حافظين الرد اعملي ماشي خلاص. حتى احنا ممكن ما نبقاش سامعين بعض بس هو رد بيتقال. يعني جميل جدا لما تلاقي ان اللاعب يبقى فاهم مغزى المدرب ايه. اكيد كابتن طارق عايز احسن واحده. بالظبط. لان انت لما تبقى احسن واحده في الملعب ورنين وكل اللاعبات انا مش عايز انسى حد هتبقى في الاخر الفرقه كويسه. بالظبط يعني وحاجه كمان برضو اللي اثرت ارجع لحاجه تاني في موضوع المحترفه ان الكوتش كان واحنا بنعمل سيلكشن احنا هناخد انهي محترفه هو ما فكرش ان انا عايز اجيب واحده بتحط لي 30 بوينتس في الفرقه. فاللي حصل ان لما المحترفه فجاه حصل موقف وما بقتش موجوده برضو الفرقه ما تهزتش لانه هي مش حد يعني هي حد من ضمن كذا حد مهم.
فهي مش موجودة أو ايفر مش موجود، إحنا عندنا حاجة ماشيين عليها هي هي. فدي برضو حاجة من إنه المحترف حتى لما كوتش ساعات بيقول هي فاضية، علشان هو سيلكشن، أنتوا خدوا قرار صح، أنتوا خدوا القرار بتاعكم الصح إن اللي فاضي يسيب الكورة من إيدك. صحيح. فده برضو حاجة من حاجات العدل اللي خلت الناس زي امبارح مثلا فريدة وائل مثلا كانت حد السنة اللي فاتت كانت شايلة الفرقة في الظروف الأخيرة، هي ورضوى بتزيت ونهى شتا. ففريدة السنة دي كان عندها مشكلة في ظهرها لسه راجعة، امبارح انا بجد كان نفسي ان هي بشوت وبتاخد قرار والشوطة طالعة حلو قوي، كنت بقوم اقف انا نفسي فريدة تجي، انا عايزاها تاخد ثقة لان هي حد زيادة يعني لو رجعت طبعا شخصية يعني. طيب انا قبل ما اطلع الفصل عشان نحتفل، انا عايز اسمع منك يا رنيم حاجة بخصوص اللي جاي، انت عليكم مسؤولية كبيرة طبعا. انا عارف ترايه طبعا قد المسؤوليه وانت كمان قد المسؤوليه، بس بتضحكي طبعا، بس هو ده الحقيقه، انتوا عليكم مسؤوليه كبيره وطمعتوا الناس لاكتر وابعد من كده. جاهزين لده؟ جاهزين للمسؤوليه والبطولات؟ جاهزين طبعا ان شاء الله. اول بطوله دي ادتنا حافز، فان شاء الله كل الماتشات هننزل من اول الماتش اللي جاي ان شاء الله ونلعب جامد، وسواء اوفنس او ديفنس، علشان احنا عندنا تارجت ان احنا السنه دي ان شاء الله ما نخسرش ولا ماتش حتى. قادرين ان شاء الله. ان شاء الله. خلي بالكم اصابات والنبي. يا رب ان شاء الله. والنبي خلي بالكم وربطوا كويس وادوا ادائكم كويس. طيب خلينا نطلع لفاصل، بستاذن حضراتكم عشان تقليدنا بقى الجميل، يعني معانا نجمات وملكات كره السله في مصر، وده بالانجاز مش باي كلام، لازم نطلع لفاصل ونرجع نحتفل معاهم بهذا الانجاز على الهواء، ولكن بعد الفاصل.